مرحبا بكم في كوجينا سون فرونتيير. فيديو نتاعنا لليوم باش يكون من طلب من برشا خيات ومعناها طلبوا مني باش نعمل البان فارسي. انا باش نعملو اليوم بطبيعه الحال الناس الكل سون اكسبسيون سامحوني. خذيت بالنسبه للعجينه نتاع البان هذايا باش نعملو معناها الخبزه، خذيت انا 350 غرام فرينه، خذيت عظمه، كاس حليب، شطر مغرفه صغيره، ملح ومغرفه سكر، معناها مغرفه صغيره معناها مملية بالسكر. باش نعملوا العجينه توا نتاعنا ومن بعد باش نوريكم الطريقه باش نعملوا بها الفخسي. وهو بطبيعة الحال ديما الفخسي باش يكون اوشوا، معناها كل واحد وال معناها وال اللي يحب، معناها سواء بالفيون داشي ولا بالبولي ولا بالتون كيما يحب. توا انا اكثر حاجه هي باش نوريها لكم هي العجينه، على خاطرني انا ديما نعملها وديما الحقيقه ناجحه. كملنا العجينه نتاعنا، انا باش نزيد شويه نعجنها معناها على ال نخليوها ترتاح جوست 5 دقائق الوقت اللي احنا حضرنا فيه معناها الفخسي نتاعنا، ومن بعد نوريكم معناها كيفاش باش نعملوها. انا بالنسبه للفخسي خديت شويه معدنوس، جوست طويبه فرماج، شويه زيتون، حكتن، خذيت 3 عظمات وقسيتهم هكا شويه باش نزيدهم من بعد شويه شويه فرماج. الفرماج هذا انا باش نزيد مغرفه ونص الفرماج هذا باش نخلطوا مكونات البان فارسي نتاعنا. باش نزيدوهم مغرفه وشوية الفرماج هذا. باهي خديت انا الطبق نتاعي نتاع الفون وحطيت بابي كويسون وحليت معناها العجينه نتاع البان فارسي نتاعي معناها فيها. توا باش نحط معناها المكونات نتاعي. باش ندهنوها بأصفر عظمة. كالعادة ديما الفرن تاعنا يسخن قبل، توا باش ندخلوها مدة معناها على 200 درجة مدة 20 دقيقة. البان فارسي نتاعنا لليوم حضر زينا كي خرجناها من الفور. ان شاء الله الخيات اللي طلبوا مني الوصفة هذه تكون عجبتهم ويجربوها وتسهل لهم في نفس الوقت في شهر رمضان. ان شاء الله رمضان كريم للناس الكل، حاجة سهلة معها معناها صحيفة شربة وإلا شوية سلاد سي سوفيزون. ما تنساوش اللي مازالوا ما اشتركوش ان شاء الله يشتركوا ويفعلوا الجرس في كوجينا سان فرونتيير. مرحبا بكم الناس الكل، شكرا على التشجيع نتاعكم وعلى الكومونتير نتاعكم، شكرا لكم بزاف برشا. توا باش نقص انا البان فارسي نتاعي ونوريه لكم.